السلام عليكم متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في محلات جلال الذكر. أمي الغالية، أمي الحبيبة، فيديو تاع اليوم حيكون فيديو أنيق جميل ورائع بهذه الأناقة اللي رانا نشوفوا فيها أمامنا. اليوم وفرنا لكم النافورة، نافورة صغيرة متوسطة كبيرة أحجام متعددة، يعني الله يبارك ما شاء الله تعددت كما يقولوا الأحجام وتعددت الأشكال، يعني الله يبارك كل واحدة والشكل تاعها والجمال اللي فيها. يعني كما نشوفوا الموديل هذا اللي قدامنا، الله يبارك تحفة فنية محطوطة هذه، حطيها وين حبيتي، ديكوري بها أي بلاصة حبيتي أنت يا أمي العزيزة الغالية. حابة تحطيها في الهول، حابة تحطيها وين حبيتي، وين حبيتي إذا مديرة جارتة صغيرة هكذا حابة تحطي فيها هذه النافورة تقدري حطيها وين حبيتي. يعني كاين أحجام صغيرة تحطيها ديكوري بها في شومبرا ولا، وكاين أحجام كبيرة كيما هذه تحطيها في الهول ولا جاردينا ولا وين حبيتي أنت. يعني الله يبارك ما شاء الله. نروحوا في جولة مع خرير المياه. يعني كي تسمع خرير المياه ترتاح، يعطيك طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية تجي وحدها أمي الحبيبة، ما عليك تحطيها عند راسك وتجي الطاقة الإيجابية. كما راكي تشوف يا أمي الحبيبة، الأسعار ثاني تختلف حسب نوعية كما نقولوا الحجم النافورة وحساب واش فيها. يعني كاين اللي يجي فيها كيما هذه هكذا الأحجام الكبيرة، عندنا موديل كيما كدير 1200، نجيب حبيله لهنايا مديكوري، هذا الحجم الكبير، عندنا تاع 650، عندنا تاع 850، هذيك هذه 650 هكذا، كاين تاع 850 هكذا، كاين كيما هذه هكذا هذيك 650، هذيك 650 هاك كيفاش مدايره، كاين تاع 950 تجي فيها حبيله كيما هكذا، هذه 950 هاك كيفاش وحده محلوله، هذه هكذا 950. نزيدو نشوفو موديلات اخرين كيما هذه هكذا، دارت 1200 الحجم الكبير، يجي فيها روض، فيها روض من تحت، تحب تزيها وين حبيتي هايليك ها تتنقل كيما بغيتي يا امي الحبيبه. ها هذه دير 1200 الله يبارك، حاجه مليحه بزاف. خلاص عندنا صغار كيما هكذا وفيهم لي كولار ما شاء الله، الاشكال يختلفوا، هذا يديروا 320. دوك نشوفوا مع بعضنا الاشكال تاعهم، نشوفوا الحله هذه ونشوفوا الحله الكبيره هذه، ها مليك لي كولار هذوك كاملين يديروا 320. خيري واختاري يا امي الحبيبه 320. وعندنا اللي اكبر عليهم شويه واللي هما هادو، ها كيفاش تجي هذه دات 380، هذه كيفاش تجي كبيره عليها شويه 380. فيها لي كولار ولي موتيف يتبدلوا حساب الوحده، كل وحده وكيفاش الموتيف تاعها. هذو 380 و 320 شفناهم، واللي هي هذه، هاي وحده شاعله تاع 320. وعندنا موديل كيما هذه هاي ديك، الله يبارك ما شاء الله جاي شغل دار كيف هكذا، ها كيفاش مخدومه الله يبارك ما شاء الله. هذه الله يبارك ما شاء الله جاي متوسط الحجم، السعر تاعها هي 720 في ديكوريا. عندك تلوحي الماء تاعك هنا يا امي الحبيبه، ممكن بعد نعطيكم الشرح. ها الماء يهبط من هكذا يعاود يطيح في هذا البسن الكبير، منا ديكور شكل منزل 720 في. لي اكبر عليه هاوليك، هذا صغير وهذا كبير، هذه منزل كبير. ها الله يبارك ما شاء الله، السعر تاعو 850، هذا 850 وهذا 720 كما كنا شفنا تاع 320 وشفنا تاع 380 اللي هما هادو، هذا 380. وعندنا موديل كيما هكا دير 620. ها الله يبارك ما شاء الله، انا عجبتني هذه على كل حال، ديكور تاعها مليح. ها تلوحي الماء تاعك هنايا يعاود يطلع منها هكذا، يعاود يسيح من هذه، ها يسيح هنايا هكذا، يعاود يسيح منها يطيح منها ويرجع هنايا، يدير عملية شغل دوران. عندنا موديل ثاني تاع 650 هكذا، 620 كما كنا شفنا. لي موديل الله يبارك ما شاء الله يا امي الحبيبه، ما عليك غير تختاري فقط وتدي الموديل اللي حبيتيه. نزيدو نشوفو لي موديل اخرين، هذا كما كنا نعطيكم شرح فقط كيفاش يمشي. ها وليك ها تلوحي يدك في الماء عادي جدا، هذا الموتور هاو يمشي، تلوحي هنايا تلوحي الضوء هذاك ثاني في الماء، تعاودي السلك هذاك تطلعيه تلوحيه في الكهرباء، عاود الماء يمشي يطلع منا يعاود ينزل كما كان. الله يبارك ما شاء الله، يعني حويجه مليحه بزاف. خلاص ديكور تاعها مليح. نزيدو نشوفو مع بعضنا ديكورات اخرين. ها مليك الله يبارك ما شاء الله، ميستيكين قاضيين حاجه. عندنا حتى الاحجام الكبيره، دوك كامل يديروا 1200 الكبار، هذو قلنا يديروا 720 في شكل منزل، هذه ثاني 850 شكل منزل، هذو الصغار كاين تاع 380000، هذو كامل 380. عندنا هذه تجي في الكوان 450000، هذه تجي في الشوكه
مختومة أساس شغل زاوية قائمة، دير 450 كيما هادو ثاني ذكا كذا، الله يبارك ما شاء الله، حلة جديدة يديروا 950 ألف، هادو الكبار 950، كان الكبيرة خلاص 1200، ولي موديل صغار كيما كنتو شتو معايا، يعني الله يبارك ما شاء الله. حاجة ديكوري تحطيها يا أمي الحبيبة في الدار وديري بها الطاقة الإيجابية مع خرير المياه. خيري واختاري، جميع الأنواع كاينة، 320 كاين، 380 وكاين تاع 450، كاين ب 620، 650، كاين 1200، لكن الاختيار يا أمي الحبيبة الغالية. أمي الغالية أمي الحبيبة نقول لك شكرا لحسن المتابعة، سهرة ممتعة وصحة فطوركم، دمتم في رعاية الله وحفظه. قدم تحياتي لجميع الأمهات وبالأخص جميع الجدات الغاليات اللي على بالي باللي ربي يقدركم ان شاء الله في سنة رمضان، على بالي باللي اليامات هذه حتجي سخونة شوية، ربي يقدركم ان شاء الله وصحة سحور من بعد. يا أمي الحبيبة الغالية دمتم في رعاية الله وحفظه مع خرير المياه. مع السلامة.